زي ما تابعنا وزي ما كلنا عارفين، مرة تانية بنأكد أكيد هتكون مباراة قوية جدا، بس إن شاء الله يعني الحظ والتوفيق والتركيز يكون لصالح الأهلي. أكيد جماهير بالملايين منتظرة فرحة إن شاء الله يوم السبت، وننام كلنا سعداء وفخورين بالنادي زي ما احنا دايما معودنا. ولا إيه كابتن إسلام؟ إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله رغم أي ظروف، رغم أي تحديات، فعلا الواحد بيمر على الأقل في وسط هذه التحديات الكثيرة والكبيرة، وفي وسط هذه الأمور الصعبة اللي أنا بشوفها صعبة الحقيقة، في ظل برضو ان انت بتلعب الحاجة الوحيدة الكويسة الحقيقة انت بتلعب في وسط جمهور مصري اهلاوي رائع جدا الحقيقة، حتى لو كانوا قليلين في الماتش اللي فات. وانا قلت لحضراتكم الاسباب اللي خلت الموضوع يمشي بهذا الاتجاه، ان شاء الله المباراة اللي جاية الموضوع هيبقى مختلف تماما، وحضراتكم عرفتوا طبعا ادارة النادي الاهلي ماذا فعلت عشان تبقى الامور على الاقل مناصفة مش زي المباراة السابقة. لكن في النهاية اللي عايز اقوله لحضراتكم، ان شاء الله في ظل وجود هذا الجمهور وفي ظل كل هذه الامور الرائعة، إن شاء الله تكون مباراة تليق باسم الكبيرين. صحيح. الكبير آسيا وكبير أفريقيا، وإن شاء الله إن شاء الله نشوف مباراة. أنا طبعا أتمنى، أو كلنا كأهلوية نتمنى أن النادي الأهلي يفوز في هذه المباراة الصعبة جدا، لأن نادي الهلال واحد من أقوى وأهم الفرق اللي موجودة في قارة آسيا.